طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. مكة المكرمة فيها بيت الله العتيق مهوى أفئدة المسلمين أينما كانوا في أنحاء المعمورة. إليه تتجه الجباه والقلوب خاشعة متذللة لله عز وجل 5 مرات في اليوم والليلة. يأتي إليه المسلمون من كل فج عميق ليؤدوا مناسكهم وليطوفوا حول الكعبة المشرفة مذ بناها خليل الله إبراهيم عليه السلام امتثالا لأمر ربه ولكي يلبوا نداء الله بالحج إلى هذا البيت، ولتكون الكعبة هي أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله فيه على هدي وبصيرة وبعقيدة خالية من المعتقدات الباطلة والمفاهيم الخاطئة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وحين أراد الله لشمس الإسلام أن تشرق بعث خاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الحق ليظهره على الدين كله وليبين للناس ما وقعوا فيه من جهل وضلال ويوضح لهم حقيقة عبادة الله التي خلق سبحانه وتعالى الإنس والجن لأجلها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام شخص استطاع إلى البيت سبيلا حتى يحج. والحج هو الركن 5 من أركان الإسلام، وهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مرة واحدة في العمر عند توفر الاستطاعة المادية والبدنية، وتفد إلى الأراضي المقدسة في كل عام الملايين من الحجاج والمعتمرين لأداء هذه المناسك. وإيمانا من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يحفظه الله بأهمية هذه الفريضة وضرورة تقديم أفضل الخدمات لكل من جاء لأداء هذه الشعيرة، فقد سخرت المملكة العربية السعودية كافة إمكاناتها المادية والبشرية ووجهت كافة وزاراتها لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم وأمنهم منذ وصولهم إلى أراضيها وحتى مغادرتهم إلى بلادهم تحثهم عناية الله عز وجل. وستلمس أخي الحاج والمعتمر أن هناك الكثير من المشاريع والخدمات والبرامج المختلفة التي أعدت من أجل راحتك وأمنك واستقرارك، فلا تتردد في الاستفادة من كل هذه الخدمات. وأهلا وسهلا بك أخي المسلم ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. للحج 3 أوجه تعرف بالأنساك، ولكل نسك صفة وواجبات يجب الإتيان بها حتى يكون الحج صحيحا. وهذه الأنساك 3 هي التمتع والقران والإفراد، وأفضلها هو التمتع لمن لم يسق الهدي، وهو النسك الذي أمر به رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه.
فأما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها بطواف وسعي وتقصير ويحل الحل كله، فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه وخرج إلى المشاعر وأتم الحج وعليه الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا. إذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج والعمرة وبقي على إحرامه لا يتحلل، ثم يخرج إلى المشاعر في اليوم الثامن ويتم بقية النسك المكون من نسكين عمرة وحج، إلا أنه لا يسعى لأنه سعى بعد طواف القدوم وعليه هدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما الإفراد فأن يحرم بالحج وحده، إذا وصل إلى الميقات قال لبيك حجا، فإذا قدم مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى أن يتم النسك وليس عليه هدي لأنه لم يجمع بين العمرة والحج. وأفضل هذه الأنساك التمتع ثم القران ثم الإفراد.